السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أعزائي محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان. الجو اتحسن بقى هوت، والجو بقى دفى برغم ان احنا في طوبة، اللي زي ما بيقولوا طوبة العروسة فيه تبقى كركوبة. ليه؟ لانها تعجز من شدة البرودة. كل التحية ليكم، معادنا يوم 10 فبراير بإذن الله، هرفع راسكم بإذن الله. كل التحية ليكم. النهاردة هنتكلم وانا قلبي موجوع قوي 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 قوي، ان ده شفته في هذا الزمان او في هذا اليويو العجيب، ان انا لم ارى من اجل الدولار، لم ارى في حياتي الاخوات بيعملوا كده ببعض. اصبحت منصة اليوتيوب تصفية حسابات بين الاخوات وبعضهم. اصبحت منصة اليوتيوب اخ بيهتك عرض اخته. هيجي واحد يقول لي ما هي شتمته، وايه يعني يهتك عرضها؟ اخ يهتك عرضها؟ ايه هو بقى المطلوب عشان يبقوا عارفين؟ في ناس على اليوتيوب ممثلي، انا كنت هبقى ممثل، بس انا ما بمثلش والله والله. انا بكلمكم الله اعلم، بس انا هنا المرارة وجعاني قوي. دولت بقى طالعين مش في دورهم، بيفكرونا بمين؟ فاكرين محافظ المنوفية كان عنده أدوات النصب دي؟ ثلاث سبح، ده سن الفيل، كل ما يروح يفتح حاجة يقول إيه؟ يا رب يا رب 10 مليون في المستشفى، يا رب 10 مليون، يعني أنا عايز أعمل لكم كده، يا رب 5 مليون. أي راح مثلا يعمل انشاءات او يعمل طرق او هينقض، يروح واخد ايه اليسر يا رب، ويروح واخد الثالث، كله نصب واحتيال. علامه صلاه، يحط قرطه قدام عمود سخن لحد ما تظهر علامه الصلاه، وكل شويه قال الله وقال الرسول ومش عارف ايه، والصوت الواطي والصوت الحنين والصوت اللي بيبكي وكلمتين حلوين ومش عارف ايه، ويا اخوانا وعشان خاطري واسمعوني، ده تمثيل، ده مش الشخصية. الشخصية الحقيقية بتاعت هذا الشخص دي اللي احنا شفناها في الفيوزات، وهو بيهتك عرض اخته وبيقول لها انت كنت كذا وماشية مع كذا ومع كذا، وانا لا قادر اقول اخته اسمها ايه ولا هو اسمه ايه، لان انا بقى مش اللوز عندي التهبت، ده انا المرارة التهبت، وانا جسمي كله التهب، مش هشتال جسمي. اخ بيعمل فخته كده؟ عشنا لليوم اللي الاخ بيسب اخته وطالع في قناة، وكل ده علشان ايه؟ اخواتنا اللي في الخليج، والنبي عشان خاطري، وانتوا عندي كتير قوي، عشان خاطري اعرفوا ان في يوتيوبرات بتمثل عليكم، بيمثلوا عليكم دور الطيبة، هم دولت الحقيقيين، هو الفيوزات اللي احنا سمعناها، هو ده اليوتيوبر الحقيقي، هي دي الحقيقة، هو ده الأخ اللي الأصول، ده الإنسان لما بيتعطل بيقول أخ، هو ده الأخ الأصول يحلف بشرف أخته، مش يهينها ويقول لها انا هعمل فيكي، ايوه انت كنت ماشيه، انت كنت كذا، انت كنت كذا في مدينه كذا، في مدينه مش عارف نصر، انت كنت بتعملي كذا وكذا، يلي كذا، والفاظ يعاقب عليها القانون. ما ينفعش. دولت المصريين، ولسه طالع بعين تانيه بتعمل فيديوهات، ولكن في حاجه ليه؟ لان خلي بالكم هو ما هو عامل نفسه ان هو فاتح التكست، لا هو مش فاتح التكست، في حاجة اسمها مراجعة الكومنتات، فالكومنت قبل ما يطلع هو بيجيله، يا يعرضه يا ما يعرضوش، ف90% من الكومنتات اللي هي عنده دبح، اوعى حد يدافع عنه، خلاص سقطت الورقة من على جسده وكشفت عورته أمام الناس كلها. أنا والله ما في أي حاجة بينه وبينه ولا أي شيء، ألا حد يفكر إن ده هجوم. أنا اللي أنا سمعته ده بالصدفة،
واحد بيقول لي خش هنا يا عادل، دخلت بيقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، انا مش قادر افسر واقول اسماء يا اخوانا. قلت له ازاي الكلام ده؟ قال له ده الاخ، قال لي انت اتناولته. قلت له ده انا عملت له فيديو عندي من اسبوعين والناس زعلوا، والشيخ ابراهيم ومش الشيخ ابراهيم، وده راجل وده مش عارف ايه، وده بيصلي الفرض في فرضه، وده بيصوم اثنين وخميس وبيطلع لله وما بياخدش حاجه من القناه انا قلت الاسم الحركي الاولاني. فبعدين اراجع نفسي اخش الشخصيه ديت انا مش مرتاح لها، الشخصية دي أنا مش مرتاح لها خالص. ليه؟ لأن طالما بيتكلم بالتقية يعني كل شوية السلام عليكم ورحمة الله، أحبائي أعزائي، منايا أنا عايزكم تشوفوا أنا بعمل إيه، أو حد يقول لا ده أنا بديكم مساء أنا، هو دي مش صورته، هو ده نصاب. فاكرين فيلم عم زباخ؟ فاكرين فيلم اللي هو البيضة والحجر؟ احمد زكي لما راح لعم زباخ وقال له عفرتكوش ابن عفرتكوش اشتات انا شو برر، وقال له اطلع ده احنا لاعبينها قبل كده، لما خلى الحوض يجيب دم قال له اطلع، ودخل احمد زكي وبدا بعد كده يعمل نفسه اللي هو ساحر وبيقول صاحب الكرامات، لدرجه ان الوزراء كانوا بيقولوا له تعالى يا صاحب الكرامات. احمد زكي في البيضه والحجر العبقري، العبقري احمد زكي هو نفس النصاب اللي مش احمد زكي يعني اللي جسده احمد زكي في عم زباخ او في البيضه والحجر، هذا الشخص جسده على اليوتيوب، نصب واحتيال مع مرتبه الشرف. بس والله 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 انا كنت عارف ان هو نصاب، وعارف ان هو بيتخذ من الدين التقية بتاعته علشان يقنع مش المصريين، هو مش في دماغه المصريين خالص، هو في دماغه اللي في الخليج، في دماغه الهدايا، في دماغه من كبير العمر طال عمره يبعت له، يبعت له فلوس يوزعها، وادعى على اخته انها بتحاربه وبتاخد الفلوس وبتعمل الفلوس وهي بتاخد وعمل عليها، وانا قلت لكم في فيديو سابق، لكن مفيش فايدة، انا مفيش حاجة بينه وبينه، انا ما فيش اي حاجه بيني وبينه ولا اعرفه ولا يلزمني ان انا اعرفه ولا يلزمني ان انا اعرف النصابين دول لانهم موجودين كتير على هذه المنصه. لكن انا اللي مزعلني ان احنا وصلت بينا الاخ مع اخوه بدل ما يحميها ويطبطب عليها ويبقى ستر عليها علشان الماده، هو احنا هناخد معانا ايه؟ مش واخدين حاجه، الملك والدوام لله، ده احنا ضيوف على الدنيا يا اخوان. معقوله؟ معقولة دولت الخوات مع بعض؟ معقولة دولت ولاد أم وأب واحد؟ الدنيا غرفة إيه يا إخوانا؟ أختك بتعمل فيها كده؟ وده إيه؟ دول مش هم دولت، ده في غيره وغيره وغيره، في تاني في واحد طالع وماسك وهاد برضه بيقطع في أخته، وبرضه الأخت ماسكة تقطع في أخوها، بنفرقه النهاردة بقى، ده الأخ الكويس وده الأخ اللي مش كويس، وهو محدش يزعل مني ولا اي حد يزعل مني، وهو برضو بيرد النهارده. يمكن ليه كده يا عم؟ ايه دخلكم اليوتيوب؟ في حاجه بينكم وبين بعض؟ ما تقعدوا في الغرف المغلقه تفضحوا نفسكم ليه قدام الناس؟ هو انا عمري هجيب سيره اختي؟ انا عمري هجيب سيره اختي على اليوتيوب لو في حاجه بيني وبينها؟ المشاهد ذنبه ايه؟ المتابع يعرف اختي منين؟ إيه؟ عادل فتحي ده ليه اخت؟ انا اجيب سيرتها ليه؟ أجيب على لساني ليه؟ لأن أنا فاضي، أنا مخوخ، أنا شجرة جميز موخوخة من جوه، ما فيهاش محتوى، مش قادرة تقول توصل معلومة، فاقد الشيء لا يعطيه، ما فيش الهد ممسوح، الهد هنا فاضي، الصفايح التكتونية اللي في الدماغ بتاعة اليوتيوبر ما فيش، اليوتيوبر بيعمل إيه؟ يجي يتكلم مش عارف، لا يتكلم في الدين مش عارف، عايز يقرا من ورقه لانه هيلخبط هيخبط في الحلل، فيجي يعمل ايه؟ هات الاكل، احنا بدل ما نتغدى هات الاكل يا فلانه، تعالى يا جوزي اقعد ومش عارف ايه وكل يا جوزي تعيط
وبعدين فجأة يا اخوانا ده انت معيطة من 5 دقايق، 180 درجة تروح يا قلبك. انا مش هو. انا امرض ولكني لا اموت. وفجأة موتونا الست الغلبانة اللي اسمها مجنة عشان حصلت على الدرع او قدمت على الدرع، علشان قال لك ده ام جنى ماتت. فام جنى طلعت خافت، في ناس قالوا لها اطلعي الا البورصه تقع ولا حاجه ويقولوا لك انت اللي وقعت البورصه. ايه ده؟ اخ يفتح بس على اخته واخت تفتح بس، يقول لك البس والبس المضاد، يقول لك ايه يا جماعه ما ينفعش انتوا فاتحين مع بعض، احنا عايزين واحد لما التاني يقفل. ما هو بقى المتابعين معلش ما تزعلوش بيبقوا عايزين يولعوا الدنيا ببعضها، يعني يخش متابع هنا ويقول له ايه اختك بتشتمك وبتقول عليك ان انت كذا، يروح طالع بغير الاسم ورايح لاخته، ده اخوك بيقول عليكي ان انت كذا. تلاقي اللايف محدش بيقدر يصد نفسه فيه. لكن معقولة الدنيا جرى فيها ايه؟ اللي ماسك لي السبحة وقاعد بقى السلام عليكم ورحمة الله، النهاردة أنا في حاجات هعملها لله وده لوجه الله وأنا عشان خاطر المتابعين. نصاب أستاذ دكتور مع مرتبة الشرف، أنت نصاب. نصاب تشتم أختك وتهين أختك بألفاظ يعاقب عليها القانون. كارثة، كارثة وحدثت، كارثة وحدثت. اخ هان اخته، هيجي يقولوا له ايه؟ طب هي اخته ما هنتوش؟ هنته وشتمت وغلطانه، هجومه هجوم مضاد منتهى الانحطاط. ما حدش يقول لي ايه لا ده هي رد فعل وما كانتش تقول، لا غلطانه. ازاي واحده تقول كلام زي ده؟ ازاي واحده تقول برضو على مراته، على مرات الشخص كلام زي ده؟ عيب. احنا في ايه يا جماعه؟ هو خلاص انتوا عايزين اخواتنا العرب يعرفوا ان احنا سوري في الكلام مجتمع منحل، مجتمع ما فيش مبادئ؟ انتوا عايزين توحوا ان سيدات مصر بالاخلاق دي لما هي تقول له انت مراتك كذا وهو يقول لها لا ده مش مراتي ده انت اللي كنت كذا ومع كذا ومع فلان، في ايه يا جماعه؟ يا جماعه دي اساءه، دي اساءه، اساءه للمجتمعات المصريه، حرام عليكم. الاخوات بيهاجموا، الاخوات بيهاجموا بعض. انا بقول ان اكيد انا الناس كلها اللي حصل ده ما يرضاش اي حد، ولا حد يدافع، ولا حد من مش عمليه بقى ان هو تسقط ولا قناته تقع ولا ما يتوجدش على البرنامج. هو ما هو لو ما يتوجدش على البرنامج ده هيروح على الفيس، ولو ما يتوجدش في الفيس هيتوجد في اي برنامج تاني. النصاب ما هو بيقلب نفسه، ما هو طالما توجد الطماع وضغ النصاب والنصب والاحتيال بقت شغلته، وهو مش انا عارف ان دي مش طريقته، الطريقه اللي هو واقف فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أعزائي محبيني، أنا عايزكم تخلي بالكم هشور عليكم شورة، وأنا عندي في قناتي بعض من رجال الأزهر الشريف وإخواتنا من متابعيني. يا سلام، على أساس إيه يعني؟ على أساس أنت مين؟ فأنا عايز أقول لهم في سيدة بيجيها فلوس من دولة عربية فهي بتاخدها وتشتم فيها أخوها، هل هذا يليق؟ أنا نفسي في فتوى حد يقولها لنا، وياريت على يا سلام يا سلام يا أخي يا سلام، ده أنت كاهن قوي يا راجل. محدش يزعل مني، أنا بحد حدية جامدة جدا جدا، على قد زعلي على قد اللي سمحته، شيء لا يتحمله بشر، شيء صعب على الودان، شيء مجتمعنا مش كده. وبقول لإخواتنا العرب والله المجتمع المصري مجتمع ذو قيمة كبيرة جدا، سيبكم من شوية اليوتيوبرات اللي هم موجودين، طبعا مش كل اليوتيوبرات لا نعمم، احنا عندنا يوتيوبرات بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، ولكن احنا بنلقي الضوء على الأسوأ 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 الأسوأ. وكان نفسي أنا إن شاء الله السنة الجاية بقى نعملها نختار 10 يوتيوبر من هم الأسوأ، وبقول لكل أخ وأخت على منصة اليوتيوب مشاكلكم
ما تشاركوش فيها المتابعين، مشاكلكم تحل في الغرف المغلقة، لكن حينما تهين أختك أو أختك تهينك ده ما يتمسحش ولا بعد 20 سنة. ومش عملية إن المشاهدات هتقع، هتقع المشاهدات، ومش عملية إن إحنا نشد مع بعض عشان نرفع المتابعين. إخواتنا العرب، علشان تبقوا فاهمين طبيعة إخواتنا العرب، ناس محترمة جدا سواء سيدات أو رجال. فلو في راجل والست بتتابعك، جوزها هيسمع هيقول لها ايش هذا، هذه ستي ما هي محترمة، الغي اشتراك. او هي مش عشان تلغي، مش هتبين الاشعار. اخو ابنها هيقول لها الستات العربيات ناس محترمة، اخواتنا في الخليج وفي العراق وفي الجزائر، كل الدول العربية وسوريا والاردن، كل الدول العربية ناس محترمة. الابن هيقول لامه ماما ما تسمعيش عادل فتحي، عادل فتحي بيقول الفاظ مش كويسه في حق اخته، او اخته بتقول الفاظ مش كويسه. هتفرح انت شويه بنسبه مشاهدات عاليه لمده ايه 10-15 يوم، وبعد كده مش هتلاقوا حد، لان المتابع العربي في الاخر هو متابع جيد، ما بيرضاش يشاهد غير الناس اللي محترمة. ممكن انت تضحك عليه كنصاب، ممكن تضحك عليه عملت فيك مقلب، عملت فيك مش عارف، يصدقك يصدقك. لكن لما يعرف ان اثناء البث واحد بيشتم ويقول لك المتابعين اللي هم عندنا ايه، هم المتابعين عملوا لنا ايه، المتابع اللي خلاك راجل، لو مش المتابع مش هتقدر تجيب فرخة وتقعد وتفرش بيها وتاكل. انت بدل ما تقول ده انا لحم اكتفي منكم يا متابعين، ده لو مش انتوا انا ملاقيش اكل، تقول كده، لان انت من غير المتابع ولا اي حاجة، والله ما تقدر تجيب صينية الاكل ام 500 جنيه و600 جنيه اللي بتقعد تاكل فيها انت ومراتك. فانت من غير متابع ولا اي شيء. اسف جدا لعلو صوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا هكتب بدون عنوان، لأن صعب جدا اللي أنا سمعته في الفيوزات. وأتمنى والنبي أي واحد من خواتنا العرب ولا من متابعي عادل فتحي ما يحاولش يدور على الفيوزات دي ويسمعها، لأنها موجودة عند قناة وأنا مش عايز أذكرها برضو، لأن لو ذكرتها القناة كلها هتطلع، لأن حاجة صعب أوي 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 اللي أنا سمعته. وأنا عيان وانا عيان وهعيا في اللي جاي باين عليها بعد اللي انا سمحته من الاخ هو بهين اخته بهذا الشكل. كل التحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.